الحاجة الأولى هي الناس متقاعدين، خدموا على البلاد وناضلوا وحاربوا الاستعمار بجميع عينيه وضيعوا راسهم وولادهم، وفي الأخير رئيس حكومة قدشنا هويا وحزب كاع الناس مشات تبعاته وفوطات انتخبات عليه وشي حاجة ما شنا دابا دوزيام فوا هادي جوج خطرات باش الولاية الأولى، وها الولاية الثانية باقي لها عام ولا هكذا. ونهار اللي جا الزيادة الزيادة زادوا 5%، 5% اش غادا دير ليه؟ تشري ليه بوطاكاز، غادا تشري ليه العيش ديال الولاد، وكل واحد لا فراسو. وعساك اللي عنده الولاد مسكين وكيعطيو 100,000 فرنك، ضرب 34 عام، 35 حتى 40 عام، أكثر الناس اليوم متقاعدين هنا في المغرب عندنا كيربحوا 1000 درهم لا قلة ولا أكثر. ونطلبوا من الله الله يهديهم، راه المغاربة عاق وراه ما بقاش داك كيدا كذوب وداك الشيء هذا، يجيهم المعقول ويجيهم خاطم واحد الوعود ماشي تكون كاذبة. دايما غادي نديرو غادي نديرو، لا كينا ما عمرنا شنا شي حاجة اللي هي قالها مقودة ونفذها. لا هذا الرئيس ديال الحكومة هذا الحالي ولا الناس يوم مضاو ودازوا في هاد البلاد هاد. اخويا العثماني، راه الولاية الثانية هادي ما شفنا منك والو، فين غاديين بهاد البلاد؟ راه جربنا الاستقلاليين، جربنا يعني جميع الاحزاب جربناهم، زعما انتوما اللي العداوه والتنميه اللي كنتمناوكم زعما تبدلوا الوضعيه اللي كانت من شحال هادي، ولكن راه ما شفنا والو. السي العثماني، راه الولايه الثانيه ديالك هادي وما شفنا والو. الحزب العداله والتنميه راه من 2011 تقريبا هي قلنا زعما يتبدلوا الاحزاب كما كانوا شحال هادي، كان الاستقلال كانوا ما تبدلوا والو. خويا انا راه تلاقيت مع رئيس الحكومه نقول لي على الوضعيه ديال القرايه في المغرب، راه يرجع لها وخاصو يقاد لينا خاصو يدير لينا شي حاجه باش ولينا نقراو حنا مزيان، مابقاوش نشوفو لا برا، بقاو نحاولو نقراو في بلادنا. وسميتو داك السونترات راه ما فيهم لا قرايه لا والو، لا فاك حتى هي راه شي كتقرا فيها راه غتشوف تعي وغتخرج. ونتمناو دينا شي حل.